يبدو حتى المصاري رح نبطل نشوفها، رح نترحم على ايام الكريدت كارد. بس هي البيتكوين عمليا شو؟ انا قاعد عندي 100 دولار على الكريدت كارد تبعي، حطيته واشتريت فيه بيتكوين ب 100 دولار بال 2010. نعم. هيدي ال 100 دولار لوين راحت؟ اوكي للي باعك. ايه مين من هو؟ في ناس بتبيع وهي اللي عنده لوين؟ لا مش ما بعرف، هن الماينرز. نعم. يعني طب هو الماينر يعني فاتت على حسابه المصرفي المئة دولار؟ ايه اكيد. اذا اليوم طفينا النظام المصرفي بيبقى في شيء اسمه بيتكوين؟ هذا سؤال كثير حلو. اذا بدنا نبسط الامور، في سوفت وير بتنزله على الكمبيوتر بتصير تشترك بالنتورك اللي هي بورصه، نوع من البورصه او نوع من معمل بيعمل بيتكوين؟ لا، يلي هو نوع من البروجرام حي على لابتوب فيك تنزل هالسوفت وير. بير تو بير، يعني ناس حاطه الكمبيوتر تبعها بنتورك. مين ما كان اليوم بيقدر ينزل البيتكوين السوفت وير تبعه على الكمبيوتر بدها تقريبا يمكن 3-4 ساعات لتنزل. يعني أنا بس أقول بيتكوين، مش لازم أتخيل ورقة دولار مثلا يوم سعرها قدي 10,000، البيتكوين مين اتفق أنه هي 10,000؟ العرض والطلب. هل في بلبنان نعرف ناس صار معهم كتير مصاري بسبب لعب بالبيتكوين؟ قدي في خطورة أنه البيتكوين تصير شيء مثل القمار أو شيء البورصة؟ هذا ممكن يضرب أو يغير كل الاقتصاد العالمي والنظام المصرفي وكيف منفكر تجاه المصاري. ممكن يشتروا بالبيتكوين، قدي عددهم نعتقد حول العالم؟ يعتبر فوق المليون شخص. شوي بتشبه اللعبة، يعني أنت كأنه عم تعمل، كأنك عم تلعب كاندي كراش بهالسهولة، ومن دون ما يكون عندك الدولارات ما راح يكون عندك البيتكوينات. في عدة أشياء بدي أقول لك اياهم. بس بلشت. اول شيء خليني اقول لك انه انت اليوم مش ظاهر من هون لنفهم. ان شاء الله افهم معك. شكرا لك، يعطيك الف عافيه. ذكرتني بال96 اول مره لما كنت عم بحكي على الانترنت، حسيت حالي عم اسال ذات الاسئله.